الأرقام المعلنة حول دور السينما في المملكة. بلغت إيرادات السينما في المملكة أكثر من 3 مليارات ريال عبر 51 مليون تذكرة، وذلك منذ افتتاح دور السينما. بلغت شاشات العرض السينمائية أكثر من 620 شاشة. تجاوز عدد دور السينما 69 دارا في المملكة بسعة تجاوزت 64 ألف مقعد في أكثر من 20 مدينة، وذلك بواسطة أكثر من 7 مشغلين. بلغ عدد الأفلام السعودية المعروضة أكثر من 33 فيلماً.